لم يكن البيان المصري التاريخي الذي كشف عن محاولة جديدة لتوطين أهل غزة العزل في سيناء سوى خط أحمر مصري إلى إسرائيل. فالبيان بكل تأكيد لم يكن موجه إلى أهالي غزة الكرام، ولكن إلى من يحاول الدفع بهم إلى الأراضي المصرية. مصر اليوم غير مصر يناير 2008، لما النسخة الأولى من هذه المؤامرة قد نفذت بنجاح وتدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى سيناء الغالية. مصر النهاردة غير 2008، يعني جاهزين تماما، مش بنتكلم من موقف ضعف أو موقف دفاع. من بعد 2011 وزي ما قمنا بدراسة وتكفيف منابع المؤامرة، فإن لعبة استخدام أهل غزة كدروع بشرية لاقتحام سيناء قد أصبحت لعبة من الماضي. مصر عندها خطط وليس خطة معدة مسبقا، وسيناريوهات مدروسة بعناية للتعامل مع هذا الوضع، بل أيضا لمنع حدوثه. صرح متحدث أمني رفيع المستوى إن مصر ستتصدى لمحاولة توطين الفلسطينيين في سيناء لتصفية القضية الفلسطينية. الكلام ده خطير جدا، بل يحمل في ثناياه تهديد مصري غير مسبوق لإسرائيل، لأن محاولة احتلالنا بالوكالة بمخطط صهيوني يهدد رسميا اتفاق السلام. مصر قالت بوضوح إن أرضها ليست مستباحة، وأن هناك بدائل غير دفع الفلسطينيين إلى سيناء بتوفير ممرات إنسانية آمنة لنجدتهم. يعني مصر مش هيتفرض عليها أمر واقع. الملفت جدا واللي لازم تبقى واخد بالك منه إن المرة دي مصر اتكلمت قبل بدء المحاولة علشان تحرق الألعاب الصهيونية والأمريكية والبريطانية دي، وشهدت الشعب المصري وشعوب العالم من قبل اللعبة ما تبدأ. المخطط ده لو حصل مش هيصفي القضية الفلسطينية وبس، إنما ده كمان هيضرب جهود التنمية لعشر سنين في سيناء، علشان سيناء تبقى منصة صناعية في قلب المشروع الإصلاحي الوطني الصناعي المصري. المخطط ده معناه عودة الإرهاب إلى سيناء مرة أخرى، والمرة دي خروج سيناء عن السيطرة وإحياء مخطط تقسيم سيناء إلى ثلاث دويلات، دويلة فلسطينية ودويلة لداعش، والثالثة منطقة عازلة إسرائيلية بدعوى عدم قدرة مصر على السيطرة على سيناء. المخطط ده معناه إن مصر غير قادرة على حماية قناة السويس، ولازم المجتمع الدولي يقوم بحماية رئة التجارة العالمية، وده اللي هدد به الرئيس الأمريكي جو بايدن لما الغرب افتعل لعبة غلق قناة السويس في صيف 2021 بعد بضعة أشهر من تولي إدارة بايدن حكم أمريكا. إهانة شعب فلسطين أو التطاول عليهم، خاصة اللي بيحصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمر مرفوض شكلا وموضوعا، فخ من فخاخ حروب الوعي والمعنويات. مصر حكمت فلسطين لأكثر من 1000 سنة عبر التاريخ دون مشاكل بين الشعبين. ولكل من قال إن البساط ولا السجادة اتسحبت من مصر سياسيا ودوليا، ولكل من ظن أن بيان البرلمان الأوروبي العويل ممكن يأثر على علاقات مصر مع أوروبا أو علاقات مصر الدولية، تعالوا نشوف مين اللي اتصل بالرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة. أكثر من 14 ملك ورئيس حتى الآن، حتى لحظة تسجيل الحلقة، منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، ورئيس المجلس الأوروبي، وأمين الأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني، والرئيس الإماراتي والأردني والقبرصي. كل دول بخلاف الاتصالات التي تلقاها السيد وزير الخارجية سامح شكري من وزراء خارجية عدد كبير من الدول على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وده علشان الوساطة والقدرة المصرية على إنهاء العدوان على أهل فلسطين. مفيش دولة عربية أو إسلامية قادرة على أن تلعب الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية، ولا أبالغ لو قلت إن قضية العرب المركزية هي شأن مصري تاريخي في المقام الأول. الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ومن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي بيان البرلمان الأوروبي اللي كبري الإخوان اللي اسمه أحمد الطنطاوي والتنظيم الدولي للإخوان راهن عليه قد سقط عمليا، كان مجرد شو أو نمرة مش أكتر. ولازم في التوقيت ده أقول لحضراتكم التصريح التاريخي، إذ صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية أن القضية الفلسطينية الآن بتشهد منعطف هو الأخطر في تاريخها. وقالت المصادر في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أن هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيه.
وحذرت المصادر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. وبمناسبة القاهرة الإخبارية، القناة اللي انطلقت في نوفمبر الماضي يعني من أقل من 11 شهر، بالأمس مكتب القاهرة الإخبارية في قطاع غزة تعرض لمشاكل أمنية مع الاحتلال اللي طلب من مديرة المكتب إخلاءه فورا لأنها بقت منطقة حرب وسوف يبدأ قصف المكان. الكلام ده ما حصلش مع أي قناة إخبارية عربية تانية، لأن القاهرة الإخبارية ولدت عملاق وعلى الصف الأول للمواجهة الإعلامية، وليست مثل قنوات أخرى تتلقى المواد الإذاعية من جيش الاحتلال أو تستضيف المتحدث باسم جيش الاحتلال وتسوق هذا التطبيع الإعلامي والصحفي باعتباره سبق. بث رؤية وخطاب الاحتلال والمؤامرة ليست سبق، ولكن يعتبر اشتراك في المؤامرة على فلسطين والفلسطينيين، فلسطين اللي بتمر بأخطر محاولة لتصفية القضية، ومصر، ومصر وحدها هي التي رسمت الخط الأحمر لإسرائيل ورئيس وزراء الاحتلال، تصفية قطاع غزة خط أحمر. والساعات المقبلة مليئة بالأحداث التاريخية والتطورات غير المسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط ومصر. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.